هيدا هو دبل تشيز برجر، دبل تشيز برجر اثنيناتهم بالومنيوم، هول الفرايز زيادة على هالكباية هيوج، كاتشب، دايت كوك، اند ذاتس ات. شكلها مش حلو وما بيشهي and not instagrammable، بس اساسا بالالومنيوم الجبنه دايبه ملزقه مظبوط، very juicy very spongy ready انكم تلفوها هيك وتفوتها فيها بشي اخوات. بس قبل ناخذ لها صوره. تسع بلدان، أربع مرات بدبي وبعد ما بشبع. اللحمة، الخبزة، vegetables، freshness، الخبزة كيف بتلزع أسنان، اللحمة قديش فاتي، الجبنة كيف ملزقتهم على بعضهم، كاتشي ورا كاتشي ورا كاتشي، بتحط لي بسمة على الوجه. كل هول بورشن وحدة، unpeeled، French fries، salt. كثير مهمين. 10 بالليل and I don't care. I love it.